قوي على فكره بجد والله. من غير اشارات ومن غير الكلام ده. دي كاميرتي؟ دي كاميرته؟ بصوا بقى، الفقره دي معموله للناس اللي محتاجه تفضفض، محتاجه تتكلم شويتين. النهارده عايزين نستشير ضيفنا في كل حاجه. هو الحقيقه انتوا ما سبتولناش فرصه اننا نستشيره في اي حاجه، لان انتوا هجمتوا علينا ما شاء الله، يعني طبعا البيت بيتكم، يعني تهجموا زي ما انتوا عايزين بالمشاكل وبالاستشارات وبكل الاسئله. النهارده معانا المش باش مهندس وليد مصطفى والخبير العاطفي بعد الدور. خلاص خلاص اديناك القاب جديده. ولا بقيت باش مهندس وبقيت خبير عاطفي. خبير عاطفي واخد بالك، حاجه لا اله الا الله غل يعني حاجه غل. مره قابلك فقالوا لي لا ما بقاش باش مهندس خلاص، قلت لهم يا جماعه هو مهندس، قالوا لي بس ساب. معلش ساب. بص رفع لك الحاجب ازاي. انا دافع لسه دافع اشتراك النقابه. انا مهندس. هو مهندس هو مهندس ملتزم باشتراك النقابه. اوكي ده انا اقول لك هو بيعمل ايه دلوقتي كمهندس.